يعني أنا لما أقاتل عدو وإشي بكون كلب قاسي؟ لا، أنا بدي أدافع عن وطني، بدي أدافع عن مخيمي. بعدين يعني إحنا مش راح نعمل سلام معهم، حتى لو رئيسنا اللي هو رئيسنا إذا عمل سلام معهم ممكن هو يتصالح معهم، بس أنا مش راح أعمل سلام. صحيح أنا طيبة ويعني بحب الناس، بس هدول الناس ما بنحبه، هم أجوا على أرضنا، إحنا بندافع عن أرضنا. أنت لما يسلم، نفرض سلبوا ابنك، مش لك تدافع عن ابنك وتسوي عنه؟ هاي أرضنا زي كأنها ابننا كل إشي عنا. بعدين يعني زي ما حكوها النسوان ما خلصوش، راح نضلنا ننجب أطفال وننجب يعني رجال أقوى من اللي راحوا وأشجع من اللي راحوا. وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود. وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود. سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود. وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود. سأرسم الحدود دماء وورود بعض وكلي حتى ما قل لي أيطول الأجر وأبقى دون لقاء. بعض وكلي حتى ما قل لي آتيك وأرمي بنفسي فوق الثرى. ألا تكويني شهقات الثكالى طعنات توالى دمعة الطفل الغريب. مديني يا شراع الزمان لربوع الأمان لمدى زاه منير. من يدري يا صبابة صدري أرض ميلاد فجري يحب المغيب. عيناها نسفها مشتكاها حزنها وبكاها مسجدها والمسيح. سألها عن بقايا رؤاها أين يرنو. I don't know who all has seen the moment, but it is something that will play in my head for the rest of my life, asleep and awake. There were a group of people preparing the children that had been martyred, and he was standing there and he was holding her with such tenderness, and he brushed his beard on her forehead in such a way that you knew made her giggle. And he brushed his beard on her forehead in such a way that you knew made her giggle. It was probably a tease between the two of them. She loved her papa and he loved her. You just knew it. He held her close to him and he spoke. And then he pulled her back a little bit and he opened her eyes to look at them. Then he kissed them and he kissed her and he rocked her. Watched it be wrapped in a shroud and in plastic. Her name is Reen, and she is one of over 4,000 children. One of the tens of thousands of Palestinians. I wish I could know all of their names. I will never forget that moment, and I will never forget him. What the f*** have we become? البني ادمين ماتت، الدور راحت، البني ادمين يا راجل قاعد لحم الكلاب الله يعزك بياكل بلحم البني ادمين. وين الاسلامي؟ وين النخوه؟ وين الدول العربيه يا ناس؟ الله اكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. اي والله حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا يا عم والله والله قسما بالله انا بني ادم زي حسبنا قسما بالله والله نفسي مشاعر انا اللي حقول حسبي الله والله أطفال يا راجل إلى هلقيتها من يوم ما جوا مساكين أسبوع ما يتغسلوا.
لو مي باردة شنو في المدرسة نطلع كيف العيش وكيف الدنيا وكيف العالم وين النخبة.